بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشرقت شمس النبوة بعد هذه الزيجة المباركة واشتراكه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحداث الفعالة الكريمة. الآن يحصل ما يسمى بالإعداد الروحاني، المولد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم نكون عارفين أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر، نبي ورسول، خاتم للأنبياء، ورسالته للعالم أجمع إلى يوم الدين. هذه الأمور العظمى الجسيمة تحتاج إلى إعداد، فهو بشر في حال الميلاد البشري، ويجري عليه ما يجري على سائر البشر. يعني إيه؟ جاء من نسب صحيح، قال: ولدت من نكاح، عبد الله والده وآمنة أمه، ومعروف نسبه عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، أخواله من بني زهرة وأعمامه من بني هاشم. فولد صلى الله عليه وسلم كما يولد البشر، ويصيبه بشريا ما يصيب البشر، بمعنى ينام ويأكل ويتجر ويسافر ويصح ويمرض. ده كل دي الأمور البشرية العادية. ليه ما يبقاش ملك من الأول؟ يبقى فيه تلبيس على الناس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لو ربنا أنزل ملك يقول له: طب وإحنا إزاي نقلد الملك؟ ما هو ملك نوراني خالص. لذلك كان أهل مكة اندهشهم كما يقول القرآن، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ إحنا فيش فيه نبي بيأكل. قال: طبعا، وإنسان يجري عليه ما يجري على سائر الخلق، ويمشي في الأسواق كمن يتجر. أيوة طبعا. فيعالج أموره البشرية بمنتهى السهولة واللطف، وكان فيها أعلى الخلق. القرآن لما قال كده قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فأعده الله تعالى بشريا، جسمانيا، نفسيا، عقليا. وده حكناه في كل المشاهد الماضية، أنه لم يصبه شيء ولم يمسه أذى مما مس أقرانه من الشباب والشبب والأطفال والغلمان مذ ولد حتى البعثة المباركة. طب لما حضرتك بقى يجي البعثة نعمل إيه بقى يا شباب؟ البعثة هتيجي، ده محتاجة قوة روحانية لا يستطيعها الناس ولا كمل الأولياء، لأن دي نبوة بقى، دي نبوة. المعالجة هنا معالجة للملك جبرائيل عليه السلام، واتصال بالملأ الأعلى. فممكن ما يأكلش البصل ولا الثوم، ليه؟ لأنه بقى في خصوصيات هنا. ممكن ما يأكلش فترات طويلة، ليه؟ لأنه في خصوصيات. الصحابة لما يقلدوه: إنك تواصل يا رسول الله، لا يأكل، لا يأكل، مش بيسرد الصيام. في ناس فاكرة أنه سيدنا النبي بيصوم كل يوم بس بيأكل المغرب، لا، هو يواصل الصيام ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار. قد إيه؟ الله أعلم. فالصحابة لما أرادوا أن يعملوا المواصلة دي قال: لست كهيئتكم، اعمل اللي على قد حالك وطاقتك، ما تقلدنيش في الطاقة الروحانية، لأنك لست كهيئتي، إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هناك من التغذية الروحانية ما الله تعالى أعلم بها ولا يدركها الخلق. فحيث التغذية الجسمانية والأمور العقلية ربما. لذلك يقول الله تعالى في آية الكهف وفي آية فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم، بعدين يوحى إلي. فبشر بشر، لكن إيه؟ مصطفى. من أين جاء وصف المصطفى؟ أنه يوحى إليه. لما يوحى إليه خلاص ده اصطفاه الله واجتباه، اجتباه على العالمين لملاقات هذه الأمور الغيبية التي لا طاقة لأحد عليها. ليه؟ لأنها وهبا وليست كسبا. هنعمل رياضات معينة ويقوم يحصل لنا نبوة، قال له: ما ينفعش. نذكر ربنا كتير، طب نبطل أكل، طب نبطل نوم، طب نعمل شوية خلوات، قال له: لا لا لا، مش بتيجي كده. الحكاية دي ممكن تقربك من ربنا لكن تكسبك النبوة، لا، النبوة وهبية مش كسبية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أعد حضرة النبي لهذا، يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا يتدهده الجبل لو نزل جبريل عليه،
لكن لما نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام تحمله صلى الله عليه وسلم بكل لطف إلهي وعناية ربانية. فهذه النبوة إنما هي أمر عجيب لا يستطيع الإنسان أن يدرك كنهها، لأنها موهوبة من الله عز وجل لا تكتسب، وبدأت مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمولد الثاني له، فهو ولد جسمانيا بشريا وولد روحانيا. إيه الميلاد الروحاني؟ الاستعداد والإعداد الإلهي لتلقي الوحي الشريف. بدأ مع النبي عليه الصلاة والسلام بلفت نظره إيه؟ إلى أن الكون كله متفاعل معه، فيقول ما كان هناك من حجر ولا مدر ولا وبر أمر به إلا ويسلم علي. حقيقة الحقيقة، ليس من باب الخيال ولا من باب الوهم ولا الظن ولا التشكك أبدا. حتى لما وصل المدينة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن. على فكرة أنا لو رحت مكة دلوقتي من المدينة، الله، طب ده حجر يعني في وسط جبال مكة الشاسعة وهضاب وتلال وطرقات، العرفه واروح لحده. تخيل، قال إني لأعرفه الآن، هو معروف حجر ده، كنت أمر كده والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بركة من الله سبحانه وتعالى. على فكرة ما يحدث لنبي يحدث لولي، لو أنت من محب الله تعالى ومحب رسوله صلى الله عليه وسلم يسخر لك الكون بكل سهولة ويسر يعني. لكن ده إعداد روحاني للنبي عليه الصلاة والسلام، إن الكون كله متفاعل معك يا رسول الله. وإيه كمان الإعداد؟ قال كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح ده يعني تخيل الليل أزدل وحالك واسود أمره، ثم بعد ذلك يخرج الفجر ويبزغ وتشرق الشمس. قال له حد يقدر ينكر الحكاية دي؟ قال له ما أقدرش. قال له فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا منامية، بالليل يشوف إن الأمر واحد اثنين ثلاثة، يطلع الصبح يجد فلان هيمر من هنا وفلان هيقول الموضوع الفلاني وفلان سيرد بالرد الفلان، يحصل كأنه دي مش رؤى بقى. الرؤى المنامية فيها تداخلات، أحيانا تبقى من نفسك بنسميه إحنا إيه؟ حديث نفس، وأحيانا والعياذ بالله تبقى من الشيطان، يبقى الشيطان بينفذ فيك وأنت نائم ربما، وممكن تكون من الملك فيلقي لك الأمور بتشبيهات وأمثال، فتصبح من النوم تفهم الرسالة اللي موجودة إليك وعلامتها انشراح الصدر وانفساح الأمر. لكن اللي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال له ولا فيها شيء من ده خالص، ده ربانية خالصة إلهية تامة، اللي هو إيه؟ لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح. لذلك الرؤيا استمرت مع سيدنا النبي كام؟ 6 شهور. الوحي كله على بعضه كام يا سادة؟ 23 سنة. لما تقسمهم 6 شهور يطلعوا 46 جزء، 46 جزء يبقوا 23 واحد، صح كده؟ قال الست شهور الأولانيين كانوا عبارة عن إيه؟ رؤيا لا تأتي إلا كفلق الصبح. يوم سيدنا النبي يقول كده ذهبت النبوات، لأنه خلاص لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أنا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، الماحي الذي يمحو الله بها الكفر والعاقب الذي يحشر الناس على أثري، مش كده؟ ولا نبي بعدي، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر الذي يحشر الناس على أثري والعاقب، أي لا نبي بعدي. قال ذهبت النبوات وبقيت المبشرات. قيل ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها العبد أو ترى له. فجزء من الإيه؟ من النبوة، من 46 جزءا من النبوة، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا، فتأهل روحانيا بتفاعل الكون معه ثم بالإيه؟ بالرؤية الصالحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم حبب الخلاء إلي. شفت بقى، حبب فعل مبني لغير المعلوم، بس المعلوم الله جل جلاله. ألقى الله في قلب نبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حب الابتعاد عن الناس. ليه؟ لأنه التشويش والأمور النفسانية وشهوات الناس ونزوات الخلق، أنت كل ما بتقابل الناس طول النهار بيحصل لك إيه؟ تلتقط صورة في نفسك، تلتقط صورة، فتخزن الصور دي، طريقة الكلام،
طريقة التعامل، طريقة الطعام، كل ده بيخرج على نفسك بالتقليد. فسيدنا النبي ربنا بعده عن الموضوع خالص، قال حبب إلي الخلاء إني أكون خاليا وحدي، فيتعبد في غار اسمه غار حراء، كان يخرج فيه صلى الله عليه وسلم ليتعبد وحده في هذا الموضع استعدادا وتأهيلا لنزول الحق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.